كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كل واحد فيكم غادي يقدر يوصلوا وشحال من واحد كنعرف بدا في الدوار وداز لاكومي رئيس المجلس الإقليمي وداز الجهة وداز المناطق وخدا كان وزير وكان برلماني وخدا مسؤوليات. انطلاقة الحمد لله ناجحة، هادشي كيبين بأنه احنا كنا صائبين في القرار باش تكون هذا التنظيم وهذه المنظمه اللي هي عطت نتائج. اليوم كانوا اكثر من 5500 ديال الشاب اللي اكثر، عندنا اكثر من تقريبا 35000 شاب اللي عندهم موان اقل من 40 سنه اللي عندهم البطاقه ديال العضويه ديال الحزب. اليوم ما جبناش الا 5500 واحد العدد مع الاسف اللي ما تمكنوش باش يجيو لان ما كانش الامكانيه ديال الاستقبال، ولكن تبعونا عبر يعني الانترنت وشافوا الاجتماع كله. هذا الشيء اش نقول لكم، انه اولا تجاوب كبير مع خطابات ديال صاحب جلاله اللي دعا غير مره باش الشباب يهتم بالامر السياسي، باش الحزب يسهل المأمورية للشباب باش يقدر يدخل للسياسه. وكان التجاوب اللي هو كبير، واليوم كيقولوا حنا واجدين، حنا معكم وحنا غادي نتو. وكذلك انه كانت هذه يعني مناسبه للاجابه عن عدد ديال الهجمات وسميتو اللي هي سياسيه ولا غير سياسيه ولا تحت الحزام ولا هذا، ولكن حنا الحمد لله واخذين الكاب ديالنا. وما يعني الحزب ديال التجمع غادي 2021 وكيشتغل بهذا وما كيهمو لاش كيقول هذا ولاش كيقول الاخر، والشباب ديالنا معانا. وما عمر الحزب ما كان اون فورم بحال اليوم، يعني الناس ديالو. انا دوزت اليوم مكتب سياسي من احسن المكاتب السياسيه، بحيث 5 سوايع وحنا كنتكلموا افكار كبيره، الناس مناضلين، الناس مجاهدين وغادي يزيدوا للامام وكيهمهمش داكشي اللي كيتقال، وغادي نبنيو ان شاء الله، لانه المواطن هو اللي غادي يختار في الاخر، والمواطن عارف شنو هما الاولويات. حولوا المجرى ديال المياه باش يمشي في الاتجاه الصحيح. صحيح خاصكم تكونوا يعني تدخلوا للسياسه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.